التوسع في المساحات الغابيه والزراعيه من شانه التخفيف من اثار التغيرات المناخيه حسب ما يرى علماء المناخ. لكن هذه المراه النازحه من اقليم عفر بسبب الحرب قد لا يعنيها هذا الفهم وهي تعتمد على قطع الاشجار واستخدام الحطب بشكل اساسي لطهو الطعام ومثلها 800 مليون افريقي لا يحصلون على وسائل طهو حديثه. وهو ما تعمل مؤسسات كالاتحاد الافريقي على معالجتها للتصدي لمخاطرها وتاثيرها على البيئه عندما نتحدث عن المناخ علينا ان نعرف مشكلات كل منطقه وعندما نتحدث عن منطقه القرن الافريقي نتحدث عن تاثر 200 مليون شخص يعانون من الجفاف والمشكله تحتاج الى خلق برامج مرنه القارة الإفريقية التي يتعرض الكثير من سكانها للجوع بسبب الجفاف الذي يضرب أجزاء واسعة منها وارتفاع درجات الحرارة نتيجة التغيرات المناخية يعتزم قادتها عقد قمة تختص بالمناخ في العاصمة الكينية نيروبي في سبتمبر المقبل لبحث ملفات كالاحتباس الحراري ووضع خطط لمواجهة التحديات المناخية من خلال قمة المناخ الإفريقية نسلط الضوء على تصاعد الأزمة هناك ازدياد في الكربون ويجب ان يتوقف في جميع انحاء العالم اذا اردنا انقاذ انفسنا ازمات متلاحقه شهدتها القاره الافريقيه خلال العقد الماضي جعلت ملف المناخ يتصدر اهتمامات القاده الافارقه ويحتل مكانه متقدمه في سلم الاولويات بالرغم من وفره موارد القاره السمراء فان مراقبين يحذرون من ان الفشل في وضع خطط شامله للتعامل مع قضايا المناخ والحد من الانبعاثات الكربونيه والعجز عن توفير التمويل اللازم قد يضع القاره امام مصير قاتم جابر منصور عربيه اديس